قضية السلامة المرورية. السلامة المرورية قضية الجميع، ويحتج العنصر البشري أكثر من 95% من حوادث المرور. أسباب حوادث المرور تكمن في السرعة والتجاوز الخطير تحت شعار مع اللي بدون حوادث مرور لدى المواطنين والمواطنات للمساهمة في الحد من حوادث المرور. أيها المواطنون، ندعوكم للمشاركة في هذه الحملة التحسيسية التي تنطلق اليوم 10 جويلية إلى غاية 31 أو 2021. نهدف من خلالها الحد من حوادث المرور، وهذا من خلال الالتزام بقواعد السياقة السليمة واحترام قانون المرور. حوادث المرور تحصل كثير كل يوم، آخرها حادث مرور قسنطين الذي حصد أكثر من 15 قتيل والكثير من الجرحى. هذه كلها آلاف، كلها خسائر بالنسبة للمجتمع والخزينة العمومية. ندعوكم للالتزام بقواعد السياقة السليمة، احترام قانون المرور، تجنب التجاوز الخطير للمناورات الخطيرة. أيها المواطنون، ندعوكم للمشاركة في الحملة.